السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الجميع؟ في هذا الفيديو الأول راح نتكلم عن دورة تصميم وبرمجة الأنظمة المدمجة، راح يكون عندنا مقدمة عن الدورة نتكلم فيها عن محتوى الكورس. في هذه الدورة راح نتعلم كيف نقدر نصمم الأنظمة المدمجة الإمبيدد سيستم. طبعا نبدأ أول شيء بتعريف الإمبيدد سيستم. النظام المدمج هو عبارة عن كمبيوتر، ولكن يتم تصميمه لأداء وظائف معينة، يعني عكس الكمبيوتر. الكمبيوتر اللي تلاحظون يعني يقوم بوظائف عديدة. اوكي، الامبيدد سيستم هو عبارة عن كمبيوتر، ولكن في العادي يقوم يعني بوظائف محددة. اوكي، يعني مثلا عندي هنا هذه الأجهزة لو تلاحظون تقوم بوظائف معينة. يعني مثلا عندي الكاميرا هنا، وظيفتها الأساسية اللي هي التصوير وتخزين الصور وأيضا تصوير فيديو. اوكي، يعني وظائف معينة، يمكن يكون فيها وظائف ثانية ولكن يعني تكون محدودة. اوكي، وطبعا عندي مثلا في السيارة، مثلا عندي الايرباك سيستم في الحوادث، ايضا هذا عبارة عن امبيدد سيستم. طبعا معظم الاجهزة اللي نستخدمها يكون فيها الامبيدد سيستم. اوكي، هنا عندي عندي هنا صورتين لمشروعين نقدر نفهم من خلاله ما هو الامبيدد سيستم. اوكي، عندي اول شيء هنا مشروع التحكم بدرجة حرارة. لو تلاحظون هنا عندي، طبعا من خلال هذه الصورة نقدر نتعرف عن العناصر المكونة للامبيدد سيستم. اوكي، لو نرجع ورا عندي هنا، لو تلاحظون هذه الاجهزة داخلين في امبيدد سيستم ولكن ما نقدر يعني نشوفها بالتفصيل. اوكي، لو نرجع الصورة الثانية اللي هنا، هنا عندي مثالين للامبيدد سيستم. اوكي، نقدر من خلالها نتعرف عن العناصر المكونه للامبيد سيستم. اوكي، هنا عندي في المشروع الاول قلنا التحكم بدرجه حراره. هنا عندي شاشه LCD لعرض البيانات، وعندي مروحتين موصله، وعندي حساسين. اوكي، وهنا عندي بعض العناصر زي المايكرو كنترول والمقاومه والمذبذب واللدات. اوكي، وهنا عندي الباور سورس، هذا مزود الطاقة. اوكي، هنا عندي في هذه الدائرة عندي المايكرو كنترولر اللي هو المتحكم الرئيسي بالدائرة. اوكي، يعني فكرة المشروع عندي حساسين يتم توصيلهم بالمايكرو كنترولر. عندي حساس الحرارة يحس بدرجة الحرارة ويتم قراءة هذه القيم، المايكرو كنترولر يقرأ هذه القيم ويحولها من انالوج، لأن هي تكون انالوج، يحولها من انالوج إلى ديجيتال، ويتم عرض البيانات، يتم عرض درجة الحرارة في الشاشة، ومن ثم يتم مقارنة هذه القيمة اللي هي درجة الحرارة، ويتم تشغيل المروحة على حسب درجة الحرارة. يتم تشغيل المراوح على حسب درجة الحرارة. هذه فكرة المشروع عندي هنا. يعني المايكرو كنترول لو تلاحظون هو يقوم بكل هذه الوظائف. اوكي، هنا عندي في المشروع الثاني، عندي تطبيق ثاني هنا، لو تلاحظون ايضا عندي شاشة LCD لعرض البيانات، وهنا عندي المايكرو كنترولر المتحكم الرئيسي بالدائرة، وهنا عندي دارة الـ DS1307. هذه الاي سي اقدر من خلالها اني اقرا الوقت والتاريخ، يتم توصيل بالمايك كنترولر عشان يقدر المايك كنترولر يحصل على الوقت والتاريخ. وهنا عندي بطارية لشريحة الـ DS1307، لان عندي قلنا هذه ساعة اذا طفى النظام عندي كيف راح يتم حساب الوقت والتاريخ، لان الوقت مستمر. اوكي، فلا بد ان يكون عندي مصدر ثاني للطاقه. اوكي، فانا عندي هنا بطاريه، وهنا عندي جهاز الانذار، يعني نقدر نفهم ان هذا الابلكيشن عباره عن منبه. اوكي، هنا عندي هذه الازرار الاربع تكون دخل، يتم من خلالها نقدر من خلالها نضبط الوقت والتاريخ. اوكي، طبعا فكره المشروع ان المايكرو كنترولر يحصل الوقت والتاريخ من هذه الاي سي، بعدين يعرض البيانات في شاشة الـ LCD. هنا عندي التاريخ، وهنا تحت عندي الوقت. بعدين إذا المنبه إذا المستخدم ضبط المنبه عند فترة معينة، راح يتم تشغيل صفرة الإنذار اللي هو عندي هنا البزر. أوكي، هذا مثال ثاني للإمبيدد سيستم. أوكي، هذا عندي العناصر المكونة للإمبيدد سيستم. زي ما قلنا إن المايكرو كنترولر أو البروسيسور اللي في الدائرة هو المتحكم، يعني اللي يقوم بالتحكم وظائف
النظام. اوكي عندي المايكرو كنترول هو عباره عن دائره الكترونيه متكامله تحتوي على العديد من المحيطيات. طبعا قلنا وظيفه المايكرو كنترولر في التطبيقات هي التحكم بوظائف النظام ومعالجته واتخاذ القرارات. يعني لو نرجع هنا عندي مثلا في هذه الدائره قلنا عندي حساس حراره وهنا عندي مروحتين وعندي شاشه ال سي دي. المايكرو كنترولر راح يقرا درجه الحراره من خلال الحساس ويعالج هذا القيمه ويعرضها في شاشه ال سي دي ومن ثم يقوم بتشغيل المروحه على حسب درجه الحراره. يعني هذه كل وظائف يقوم بها المايكرو كنترولر. طبعا زي ما قلنا المايكرو كنترولر هو عباره عن كمبيوتر مصغر يحتوي على وحده معالجه والعديد من المحيطات. هنا عندي في هذه الصوره توضح لي المايكرو كنترولر داخليا. المايكرو كنترولر عباره عن سي بي يو يعني وحده معالجه وعندي البروجرام ميموري والرام والايبروم ويعني المحيطات الاخرى زي التايمرات وعندي سيريال كوميونيكيشن اللي يقدر من خلال المايكرو كنترولر يتواصل مع الاجهزه الثانيه وعندي الانالوج ديجيتال كونفرتر اللي قلنا راح يقرا القيم التماثليه ويحولها الى ديجيتال وعندي السي سي بي موجول وغيره من المحيطيات العديده داخل المايكرو كنترولر. طبعا في الدوره راح نتعلم كيف نستخدم المايكرو كنترولر ونربطه بالعناصر المكونه للامبيدد سيستم زي الشاشات والكيباد وغيره من العناصر الالكترونيه الاخرى. اوكي راح نتعلم بالتفصيل كيف نقدر نستخدم المايكرو كنترولر ونتعرف على الوحدات الداخليه للمايكرو كنترولر وراح نبرمج الوحدات الداخليه للمايكرو كنترولر زي التايمرات والسيريال كوميونيكيشن والسي سي بي موجول والاي دي سي وغيرها. اوكي ايضا راح نستخدم برنامج البروتيوس لمحاكاه الدوائر الالكترونيه. عندي برنامج البروتيوس ابدا من خلال اني اسوي محاكاه للمايكرو كنترولر والدوائر الالكترونيه. هنا عندي مثال لمحاكاه المايكرو كنترولر باستخدام برنامج البروتيوس راح نتكلم عنه بالتفصيل كيف نقدر نستخدمه. ايضا راح نسوي تطبيقات ومشاريع على المواضيع اللي راح نتكلم عنها عشان نفهم كيف نقدر نستفيد من الدروس اللي درسناها. طبعا عندي العديد من المايكرو كنترولرز. نحن راح نستخدم في هذه الدوره البيك مايكرو كنترولر اللي هو من انتاج شركه مايكرو تشيب. وبالنسبه للغه البرمجه اللي راح يتم من خلال برمجه المايكرو كنترولر طبعا ايضا في لغات عديده ونحن راح نستخدم لغه السي والكومبايلر اللي هو البرنامج اللي راح نكتب فيه الكود راح يكون المايكرو سي. راح نستخدم المايكرو سي. ايضا راح يتم شرح برنامج المايكرو سي بالتفصيل. لو نجي هنا في اليوتيوب هنا عندي الدوره اللي هي الامبيدد سيستم ديزاين اند بروجرامينج. هنا عندي في البلاي ليست هذه كل الفيديوهات راح تكون مرتبه. لو نيجي نفتح اي فيديو يعني مثلا عندي هذا الفيديو لو تلاحظون عندي في الفيديو ديسكريبشن راح يكون عندي دائما في كل فيديو احطه راح تكون عندي روابط مهمه. يعني مثلا نتكلم عن موضوع معين راح تلاقون رابط تحميل الكود والدائره الالكترونيه عندي هنا في الروابط. اوكي طبعا هذه كانت مقدمه لدوره تصميم وبرمجه الانظمه المدمجه. Thank you.